بالشفا ان شاء الله يا ابو العلا. والله الحمد لله شيخ محمود، الوجع هو كان حبي. قول الحمد لله يا رب العالمين، نحمده ونشكر فضله على كل شيء. حمدت ربنا انت على كده؟ كذاب في اصل وشك. ايه؟ لا حمد ربنا ولا شاكر فضله ولا تعرف نعم ربنا عليك من الاساس انت يا ابو العلا، لعنه الله عليك وعلى امثالك من العته والمهمشين. ليه كده يا شيخ محمود؟ ايه لسانك دي؟ دي مقلته ولا تهذيب؟ ولا كل الصعايده لسانهم زيك كده؟ يا ترس، ياك الحمد والشكر بالكلام والزنطره. بالايمان يا قليل الايمان، بالايمان يعني ما وقر في القلب وصدقه العمل. فاهم يا ابو رجل عايز قطع انت؟ لا يا شيخ محمود، انت جاي تقرا على طيبان رجلي ولا على قطعيه؟ اها عارف انت؟ لو رجلك دي تتقطع وما تعرفش تمشي بيها تروح القهوه تلعب بيها قمار مع المقاطيع اللي هناك دول احسن. قمار ايه بس يا شيخ محمود؟ مين ده؟ دي تسالي كده، وكان يعني اللي بيخسر بيحاسب على المشاريع، مش قمار خالص. بس والنبي يا شيخ ما تجيبش سيره القهوه واللعب قدام فاطمه. الكلام ده شوف ليه معيش مرتك تعرف؟ ها ليه معيش فاطمه تعرف؟ يا قمار يا ابو العلا لما تلعبوه على القهوه انت والمقاطيع ده وتضيع فيه الفلوس اسمه قمار وميسر، حرام. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا حاج الرك على النية، وانا والرجاله اللي بنقعد نلعب دومنا ما حدش فينا بيبقى قاصد. لا والله نيتكم بتبقى سليمه، بتقعدوا تلعبوا انتوا قصدكم تجروا جزء تبارك يا بارد يا ود. فلوسك اولى بيها عيالك وبيتك. ابوس ايدك يا شيخ، خف علي، خف يا شيخ محمود، وما يبقاش وجع رجلي وجع لسانك اللي بيحدف بولخ دي. انت شايف اللي انا فيه يا اخي؟ ادعي لنا دعوه حلوه ياكش ربنا يشفيها لي. والله داعي لك يا ابو العلا يا ولدي، ربنا يصلح حالك ويشفيك ويوسع رزقك ويلهمك الهدي والرشاد. عارف رشاد؟ امين يا رب، امين يا رب. يلا اقوم انا الحق صلاه الجمعه، ان شاء الله الوجع حيكنك منها بابي. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. بقول له تجدعنش كده وتسترجع وتتحمل على رجلك دي وتجي تصلي معنا ركعتين الجمعه، يمكن ربنا يشفيها لك قوام قوام. ازاي بس يا شيخ محمود؟ ما انت شايف اللي انا فيه. البركه فيك انت، روح انت عشان ما تاخرش وبقى لنا دعوتين. والله يا شيخ لولا خطبه الجمعه ما كنت سبتك تتحرك من جنبي دقيقه. لا والله عارف انا يا ابو، والله عارف. السلام عليكم. عليكم السلام.